السلام عليكم. في موقع اسمه openart.ai، من خلال الذكاء الاصطناعي تقدر تكون صور، وتقدر انت تحسن الصور بتاعتك، وتقدر انت تشوف صور اتعملت قبل كده. تمام، فممكن نيجي هنا واقول مثلا ديسكفر وابدا اشوف الصور. دي صور موجوده اصلا، ناس تانية عملتها على مواقع زي مثلا الميديورني مثلا. تمام، اقول ديسكفر وهقول له عايز صور عن مصر مثلا، وهنا بيقول لي ان ممكن تدور في الديل اي او في الستيبل ديفيجن او الميد جورني. تلاحظ ان اغلبها صور من ايام قدماء مصريين، وتقدر تنضم للديسكورد وتحس زي فكره الميد جورني، تقدر تكتب حاجات وهو يعملها. وهتلاقي هنا البرومت بوك، الكتاب اللي هو يسهل لك او يشرح لك فكره البرومت، ازاي تستخدم البرومت في ان انت تكتب كلمه وهو يعمل لك الصوره. ودي حاجات تمبليت جاهزه، مثلا دي حاجه خاصه بالكوميك ارت بالشكل دوت. ممكن نقول له ايلون ماسك اهوت، جيمس بوند، ليش؟ ممكن تدخل بقى في الديسكورد او من خلال تعمل ساين ان على جوجل، وتبدا ان انت تكريت صور.